لانه زي ما قلنا نادي الزمالك اسمه لوحده كفايه لجذب الرعاه في اخر سنتين. طبيعي فريق واخد 2 دوري يكون وبطولات كتيره جدا في كل الالعاب، طبيعي انه يكون في جذب للرعاه بشكل كبير جدا جدا. كمان المنشآت داخل نادي الزمالك، كم الالعاب اللي بتمارس داخل نادي الزمالك، والفكره زي ما قلت قضى، انت مش فكره انك موجود وجود مشرف في الالعاب دي، لا انت كمان موجود كصالات وكمنشآت وكتدعيم بصفقات لكل الالعاب دي، وكتوفير طبعا موارد ماليه ليهم وكل حاجه واجهزه فنيه متكامله. فبالتالي انت النهارده عندك كل حاجه متكامله، من تدعيم صفقات زي ما قلنا، من تعديل عقود لكل اللعيبه، مش بس للفريق الاول لكره القدم، لا كمان كل الرياضات، ومش بس على مستوى الرجال، لا كمان على مستوى الرجال والسيدات. ففي استقرار واضح لكل الفرق داخل نادي الزمالك، سواء الالعاب الفرديه، الالعاب الجماعيه، الرجال، السيدات، ودي حاجه محترمه جدا بالتاكيد. فبالتالي في تحقيق نتائج، فبالتالي في زي ما قلنا رعاه كتير بيتم طبعا لفت الانظار ليهم بشكل كبير جدا، ان هو يرتبط اسمه باسم نادي الزمالك اللي بيحقق كم البطولات دي، اللي عنده كم المنشآت دي بالتاكيد، والاهتمام بالالعاب بالشكل المحترم ده، الالعاب الرياضيه داخل نادي الزمالك. فطبيعي زي ما قلنا يا قضى انه يكون في جذب للرعاه.